مش بيه؟ يا احمد ركز مع اخوك. عمل ذبحني. ركز مع اخوك. تعبني. ايش سويت؟ ذبحني. حلوين يا حلوين. حلوين يا حلوين. تعصوركم. عذبني احمد. عذبني. شو يا احمد؟ سوزن افندي. شو هي؟ ما تصور سامتنا زلمة فيديو خنجلنا لنا والرمى انا خنجلنا. شو بيكم الو؟ بالله عليك وين؟ حبايب قلبي تحياتي لكم من عيلة أم يوسف وأبو يوسف ومعاكم الشباب الطيبة. لا أبو يوسف اليوم بدنا نشوفكم عذابنا مع سوسن يعني أحمد شون قاعد يصور معنا لنوره أنا. أحمد جالطنا ما تعدي يصور بالهين معتبر حاله نقول هذا تمثيل يقتنع وما يقتنع حاس حال بنية. أنت بنية؟ هات قدام الناس الطيبة كلياتنا. هذا أحمد. هذا أحمد مش بنية. ايه مثلا تقول له صور الفيديو هذا. لا خلاص بدي اصور كيفي. كيف ويصور مو كيف وما يصور ايه استوب ليش يسويها يا جماعه ما بكل يوم يوميا تليفوني شغال بعده يوميا عذاب مع احمد على كيف يصور المقطع هذا يصوره على كيف وما يصور ما كيفي طبعا بكل شيء كيفك هيك ليش ما جالطنا حبايب قلبي ها ايش اسمه تعال نصور عشان كف فرجي وشان تصورها شو نصور انت عصور لكم اياهم هاي عذابنا كل يوم المغرب تصوير للبرامج اللي نشتغل عليهم اسمعوا شوي روقوا شوي تعال صوركم واشوف الجمهور انه عذاب التصوير انتم تعيجيكم كل شيء تشوفونه خالص مخلص بس نحن عذاب مع ام يوسف وابو يوسف والزي ده انتم ما تشوفوا بالكاميرا ضل تخابطون هذا الجلطه والله يا تعذب النهار كفاش المغربيات كل نهار كفاش احنا مع مين مع احمد ما ينفع يصور يوسف قال يوسف قال يوسف المسكير يلا خيو خلاص يلا تفرجوا تفرجوا مع انه احنا عايز تعال نصور فيديو نظامي يعني راح ينزل على كواي عرفتوا ما علي يلا كان شوف يلا حط لكم توقيت يلا الفكره شنو يلا انه انا كنت قاعد ذاك التليفون راح ابرم الكاميرا يا الربع ما اعرف شلون تبرم الكاميرا هنا انت شو ممكن شو تسوي اساسا ما تبرم مين تقولي لي لا ما بدي من ليش ما بدك يا سوسن تقولي شو امبارح ابو يوسف وام يوسف يشيلون بعض على اللايف وانت ما تشيلني مو ما صورنا هذا ما اعرف هذا ما بس نتكبسه لا والله يا ما صورتم شي شايفين شلون كله منك افتحت متش كله منك عذاب عذاب خلص شايفين شلون شايفين شلون لا لا وقفت وقفت صار ساعتين نصور سوسن وزين ما بدي اصور لا يا اخي تعال وقعتم فيها عندكم شفتم شفتم دغري بلش عايز اعطيكم اعطيهم شويونا انه ما تعال نصور لا ضلت تدافشون بالله عليكم ما حد راح ينجرف الا علي ام يوسف علقانه بزين وعلقانه بسوسن وعلقانه بيا خاصه خاصه مكياجك خاصه بس عن جد احكم حبايب قلبي قمر 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 اي شفاف شفاف هي نافخه شفاف ملاجمها كبار ملاجمها نافختهن هي ملاجمها حلوات صغار بس على ما سوى بوتوكس احسن ما سويت ايوه هذا بتاع دعكم القمر دعكم حبيبه قلبي ام يوسف ما بدهم يخلوني قيمه سوداء قيمه سوداء افتح بقك افتح ما بدي احنا المهم خلونا بالجديه خليها الجديه حبايب قلبي احنا كل يوم المغرب كل يوم طيب تعالي نبين عليهم يلا بين عليهم لقطه هيك حلوه ماني راح ابين روح شوي بس لحظه انا ما بدي اسيان شوف لي يا زين شوف لي يا حبايب قلبي تحياتي لكم شلونكم اخباركم من القلب حبايب قلبي معاناة ابو يوسف وام يوسف مع خينا احمد ومصور من الزين ويركض يوسف من هين معاناة كل يوم المغرب نفس الشيء كل يوم ذات اليوم احد نعلمكم احنا شلون شو يصير معانا حبايب قلبي فقنا الصبح شربنا قهوه افطرنا بعد ما افطرنا صار بدك تفكر وتلاقي فيديو الحبيب قلبنا اليوتيوب اكيد شو بدك تفكر له قصه او طبخه طبخات ام يوسف والبنات كلهم يعرفون طبخات ام يوسف مغطى الكره الارضيه اكيد اذا لقينا فكره صورناها ما لقينا فكره
طلعنا على البرنامج الثاني جزء هنا اسماء جزء لا عادي 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 بالنسبة عاد على تيك توك طلعنا على تيك توك شغلت ساعتين ثلاث خلصنا التيك توك بلشنا بكواي كواي بي عندك انت الزين عنده صفحة وسوسن احمدنا عنده صفحة وانا وام يوسف عندنا صفحة بدنا نلاقي افكار نحطهم بكواي يكون هنا صارت المغربيات نرجع عاد معاناة شنو معاناة التيك توك مرة ثانية نفتح بث مباشر مختصر بس هو عنده شنو تصوير كل هذا تصوير يعني دي كان علي أنا أبو يوسف يعني وين رحت تعالي والقلب يعني تصوير وفوق منها شنو مين هذا غسيل وشغل وبيت نعيما زوزو شو تقول حبايب قلبنا على اليوتيوب شو تقولهم حطهم لايك واشتراك وتعليق الجرس كل شديك بإنتم يوسف الله بالله عليكم اللي يسمع هذا النداء من يوسف ما انتم خسرانين شيء انتم خسرانين شيء اذا شو كبستم الجرس تايسركم كل شيء نرجع نكمل لكم حبايب قلبي كافو يوسف احنا خلصنا التيك توك صار عاد شو بدي لك من عدا ام يوسف يكون بعدها طلبات لما اخذها يعني كل اللي ما بده طلبات مرته بتسوي لي هيك وتجيبي لي هيك الولاد بدهم قصص روايات وحكايات ويوسف لحاله قصه لا هذا كلهن يعني بس من عدا التصوير ابو يوسف بدي احكيكم كهو تصوير بس مختصر تصوير يعني تعال نصور واحد اثنين ثلاث بس كله بس ساعاتها مو دقيقه وحده يعني فيديو اليوتيوب اذا بدك تصوره وتمنتجوا وتحطوا تشوفونه انتم بتشوفونه 8 دقائق يكون احنا اخذ منها ساعتين ونص اي والله تنخلصوا كطبخه تتصلكم 8 دقائق حسب بطبخات ياخذ وقت خير الله ايه وقت اكثر صح وشو وتعصيب من ابو يوسف يعني اكيد لانه نحن ما راح نعطيكم شيء مش منيح نحاول قد ما نقدر نعطيكم صوره حلوه اكيد وشيء يفيد المجتمع اكيد عجبك شو الفيديو هذا ابو يوسف ما يفيد المجتمع ما طيب ارجع على الفيديوهات لورا هو الحاسه يشرح لكم هذا شرح عندك فيديوهات عندك صار 200 300 فيديو مشكل ملون طبخ وما طبخ وظهراته والمطرح الفلاني والمطرح الفلاني يعني وكوميديتنا انا وام يوسف وشو لك عفويتنا لا وحبنا انا وام يوسف اكيد ان شاء الله وكل زلمه ومرته اكيد يعني بس احنا ما راح نطلع لكم كل شيء اللي احنا عايشينه يعني ادعونا يا رب قولهم يا رب تحقق امانينا وامانيكم ان شاء الله ونشوفكم ونحكي لكم قصصنا اللي لسه انتم ما تعرفونها لسه عندنا بحر احنا مقيدين كسوريين احنا مقيدين بلسانك ما تقدر تسولف لا كل شيء بحياتنا كلها ايه مقيد انت بتعرفون يعني كان طلعنا لك او انت قاعد تسمعونا حكي كثير مغبي لسه بقلبنا ما تقدر تسولفوا ما نقدر نطلع الا هي حدنا بس يعني ان شاء الله ادعونا ان شاء الله الله يوفقكم ويوفقنا ان شاء الله امين يا رب نطلع وين يا الربع الزين شيخ الشباب وحبيب قلبي احمد بدور سوسن احمد انت ليش مسلمينك مثل اني وهمك مسلمينك دور سوسن انا امثل بدور سوسن برافو يا احمد مشان اكيد تعطي البس الضحكه على شنو الناس انت يضحكون ينبسطون وانت يا زين شو رايك اني دور على اساس الزلمه يعني ايه على اساس زوج سوسن صف حاله ها على اساس انا اشتهت فيها هي مرتي وانا الزلمه هذا حبايب قلبي عليك اسالك سؤال بالحقيقه شلون احمدنا لو انه الكاميرا قاعد والله مرات الكاميرا اشبع كتل منه اشبع كتل منه افسد عليك يشبع الزين كتل منه ورا احمد بالتمثيل حبايب قلبي يصور ايش ما يصور سوي ايش ما يسوي يسوي ايش ما تعجبه لازم يسخر يتخرب كيف يخيو حبيبي عيوني احمد هذا كوميديا انتم قاعد تمثلون وتوصلون الفكره للناس يعني شيء شغله يضحكون وبسمه بسمة أمل للناس وضحك لأن الناس كلية الله يكون بعون الناس أنتم بتعطون بسمة للناس واني وام يوسف حبيبة قلبي أكيد إحنا معنا مقصرين زاد إحنا يعني أكيد مضحكين الناس كثير إحنا وضغطين الناس كثير إحنا أحد الزين وسوسن ضغطين الناس شيء بسيط
لا شوف بيزاتك كثير عندك تنمر حتى. عندك على صفحتك عندك تنمر يا زين والله بتنمر فوتوا مع صفحة التيك توك مليانة تنمر خيو يمكن تلاقي تعليقات أكثر من لايكات خيال بي تعليقات أكثر من لايكات تلاقي بس عند الزين الله عندي يحبونك يا زين يحبونك خيو خيو اسمع مقهورين ايوه منقهرين منقهرين للمضبوطين الزينين والناس الطيبه نحطهم على راسنا والله حبيبي بس على فكره ها اسمع اسمع شو يقول المثل يا زين اني ابوك وقولاتهم خبره قبلك بالحياه يعني ما حد يروح على الشجره الفاضيه يا ابني ولو طايلين وقدرانين يسوونه سويته انت ما قصرهم لا شباب لا شباب ولا بنات وطارين وراك ورا حبيب قلبي ام يوسف ده ضحك على احمد يعني تصوير يوتيوب ساكت مو محاكي يا دعكم هذا يسوفنا ها دعكم صغنون لساته شنو جديده جديد كنا باكر يوسف ما تشرب حليب بالقنينه بابا دعكم لساته صغنون ها الله علي كبر وصار زلمه ما شاء الله عليه ولسه قال يشرب حليب بالقنينه طيب ما اصغنوني حبيبي اصغنوني يلا على امه سوسن اصغنونا كل الناس سواء تكبر ولا غاليتي تصغر تسلم يا القلب تكارب المضغوطات تكارب المضغوطين خلاص يا شباب ها اصمركم ها لسه مرابش شبيك سوسن احمد احمد حبايب قلبي احمد ينزعج بس يقول لك كنت عم نمزح معاه يلا سوسن قومي سوي شيء اهل مان يا سوسن انا احمد واخي والله تعال اعرفك طيب باسمي ليش ما تطلعون باسمي احنا ضمن الكوميديا يا احمد ضمن الكوميديا حتى لو كان مثلا دون تصوير نحن نحب نمزح معاه وهالشغلات ابو ايش يسوي يركض على البيت كلياتهم واحد يقول له سوسن بس جو اقول على التصوير يعني دعكم شلون قاعدين دعكم دعكم ها دعك عرس هل مستغرب احمد يعني قاعد يكتب كاني بمدرسه لا ترى مو عاقل ها دعكم فرجوا بلش الخبير ها يا جماعه اخر شيء بعد النهايه التعب اكيد اليوم دللتهم للشباب حطيت لهم كل يوم كل يوم تعب ام يوسف تعرفوا مثل ما حكينا لكم كواي وتيك توك وكل البرامج نشتغل عليهم على الفيسبوك وسوسنا وزين شو يا سوسن؟ خلصنا دور سوسن خلاص صار احمد خلاص خلصنا دور سوسن شوفهم هالمنظر باحلى وبهالوقت حبايب قلبي يا شباب يا بنات اخوتنا واصدقائنا صار عاده ريحنا بدنا نتعشى عاد بدنا نتعشى ايه واليوم دللونا عاد قعدناكم بالصالون مشان ما تروحون على المطبخ تقولون على المطبخ قعدنا هين بالصالون ايوه يلا تفضلوا يوسف يوسف شو تقول حبيبي قلبي يوسف؟ حطوا لايك واشتراك وتعليق الجرس كل شيء يجيكم ما يسمعكم ابو يوسف الله خلاط هذا لا تنسون